رفي وطرفي. صباح الخير أبادين. شنو لا تحكيني، خلاص أنا زعلان منك، خاصيتك. يا ريني ليش ما هم خاصيني؟ لا أبدا لك على قاعود. كم مرة صرت وعدي تجي لي عندي على البيت تاخذ هرعين السجر اللي لما قلت لك يوم من عرض ديار معشي؟ والله معك حق وحقك على راسي من فوق شرف. روح على من هون. من هون قاعود؟ اترك من ايدك تعال عاوزك لعيونا. ابدا تكي صغيره بدي روح شوف ابو شكوى. ابو شوكه. ابو شوكه شو بده مني وارجع بدل إلا لما لدي خلص الديب يسلي لها يا نح حرام. اي على راسي. عجبك هيك يا نح؟ عجبك؟ كل ما بلط ولا بقعد مشي حدا بيعده مني. امتى بدي روح هرهين السجن من عرض الديار؟ يا ترى شو بده أبشوكة من أبقاعود هلا؟ عدم المؤاخذة أبشوكة، أنت شو بدك منه لمرأة بالبلدية الفيصل؟ عاوزه بشغلة ضرورية أبقاعود. يا بتقول له يجي لعندي يا بتجيب لي عنوان بيته. لا أنا بروح لعند منه وبخليه يلبيك على الحارك. ومعروفك هاد ما رح أنسالك يا بنو، يعني غير حلاقتك إلك طهور عندي ببلاش. شوف لنا شي ولد عندكم بالعيلة بده يتطهر وأنا بطهره ببلاش. لا والله ما بدي غير سلامتك يا أب شوكت. الله يعلي مقامك سل. أم عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله اللي جيت مشان تاخذ حرهين السجر معه. لك وين رايح أبو قاعود؟ لك من هون البيت. لك والله خيلتني يا حريق. لك أبدا أنا خيلتك وخيلتني. عندي شغلة ضرورية روح بقضيها وبرجع عند منك. يا أخي ليش أخلاقك هيك ضيقك؟ ويا علينا بقى إمتى بدك تاخذ هالعين السجار؟ أبو مرزوق الحمد لله على السلامة. أبو مرزوق نص رجال الحارة كانوا عم يستنوك بيسألوا عليك مشان يشتروا خضرة فواكي. أبو مرزوق وهي احلى كاس الشاي لاحلى حكواتي بالحاره. ايه والله يسلموا يا حدو. اهلا عمي برزوق. صباح الخير ابو مرزوق، شغلت بالي والله. صباح الخيرات اهلين ابو مرزوق. لا عمي ابو مرزوق ليش ما عم ترد علي؟ صار لي ساعه عم نادي لك. شو بدك مني؟ بدي شويه خضره مشان الطبخه اليوم. ما عندي. شو يعني ما بدك تبيعني؟ لا ما بدي بيعك، الك عندي شيء. خلص الصبح نروح نشتري من حارة تانية. اصلا مو حق عليك، الحق على الاجدم اللي وقعوا يستناك من الصبح لهلا. شبك ابو مرزوق؟ شو قصتها؟ ليش ما فتحت دكانتك اليوم؟ ليش ما بدك تبيعه لابو بدر؟ لا اخي مشان الله حلوا عني، اتركوني بحالي يا اخي. ابو الوريد بدي اياك تشغل لي هي الطاس اللي بين كتافك، مفهوم؟ سيدي شغال شغال على 24 ايران. الليلة بتحرق قهوة ابو حاتم وبايكة ابو شهاب، مفهوم؟ ولي سيدي ولي هاي شغلة لحالي ما بقدر ساويها. اسمع بتدبر حالك، وبكره الصباح بدي اصبح على ولاويل النسوان والرجال بالحاره، مفهوم؟ خلص احلى صباح سيدي امرك. وهلا شغل لي فرصيعك واعمل لي فنجان قهوه. يلا من عيوني. يا حرق لا جد عملتها مره ثانيه لك صاحبي. العمى بدي اقضي عمري عام كنا اسعفى منها. كان انا متحر انا يا ايدي مشيك ابو قاعود مشيك من ايدي. لا 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 ليش هيك يا ابو بدر معذب حالك؟ والله ما كان في داعي الشاي. لا في داعي اصلا انا زعلان منك لانك ما رضيت تفوت لعندي على البيت وتشرب شاي جوا. لا لا عمي لا تزعل والله ما في داعي. مش خو مش خو ما بدي. طيب ها ها شاك بيدي. لا مو شاي هدول. شو هدول؟ هدول شوية قواية عتيقة خدهم انت. لا مو هيك قصدي. شو قالت لي فوزية؟ بعت لي حمى انا شو قالت لي؟ ايه قصدي الف فوزية إذا بتعرف حدا فقير عطيه هون. يا سيدي روح الله يكتر خير 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 خيركم انت و فوزية فوزية أو قاعود بدك تعطيه لحدا ولا بدك تاخده انت؟ عليك تراني ناس عمياء
اسمع لك نخ وحاكيني، انت الشغله اللي بتعجبك بتشلك ادانك، الشغله اللي ما بتعجبك بتصير بطمش. لا تزعل، عم بمزح معك. ايه اصلا مين اللي غيرك انا؟ اما صحيح انك حمار. ابقى عود؟ تاتا راجع له. الله يسعدك يا عمي اول بشير. اهلين ابقى عود. اهلين بعيونك، كنت من زاعل انا والنح. اتصالحنا تداوسنا وحليناها ان شاء الله. الف مبروك. الله يديمك. ولك يا ابني ما قلت لك كل يوم تيجي بتاخذ خبزاتك من عندي؟ لا يا عمي ابو بشير مو راكزه كل يوم تاني يجي انت على الخبزه، ما بصير اوا مالا. لك يا ابو قاعود المعروف دائما زبال الحاره خبزاته علينا. مسيك. حول الله يا خلاص مسيك. الله يديمك فوق راسنا وخلينا يا والله ما بعرف كيف بدنا نكافي. تتين؟ لا ما بتتين لك ابني. معك ولعة؟ ابطاها. جيب له كبريتة لابقى عود. حاضر. ولي اذا ابطاها وصلت الكبريتة بكره المساء. سلام عليكم. مع السلامة. شفتك لا تحمل هي. كان يشتغل عند ابو شهاب والتاني ابو عناد، هذول كانوا عم يراقبوني. طيب اسمع لك، بدي اياك هلا تروح على القهوة وتقعد بين الناس وتاخذ وتعطي معهم ليطمنوا لك. مفهوم؟ مفهوم سيدي. شان ابو ياسر؟ ابو ياسر راح أأمن له كم عنصر يراقبوه، واول ما يشوفوه يمسكوه. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. مأمون بيك، مأمون بيك. اهلين وسهلين. خير يا طير، وين يلا السلامة؟ جاي لعندك مشان البيت. وليه تأخرت علي لهلا؟ لبين ما لقيت حجة البيت وجبتها معي. طيب أنا ماني فاضي لك هلا، روح اتمشى لك شي ساعة ورجع لعندي. السلام عليكم. الله معك. الله يصلحك، ليش تأخرت؟ والله رح طلق المرة لبين ما لقيت حجة البيت، ساعة وهي عم تدور عليها. قلتك بطل يشتري مني البيت؟ والله ما بعرف، أنت وحظك. إذا على حظي، حظي بعرفه من زمان. كلك فتحي كأنه أبو الورد شاكك فينا مثل ما قال أبو شوكت. وأنا هيك عم أقول لأنه نظراته لأنه من الصبح ما لمريحتني. هات لشوف رفاع ورجيني. شرف عمي شرف. ايه شم سمك تعذب واحد اللي خلقه. ايه سيدي من آخرته قديش بدك فيهم هيك شيري بيري؟ عمي هدول بالصلاة على النبي هات لك ربع ورقة وخذهم يلا. لا ربع ورقة كتير. عمي لا كتير ولا شيء، الله وكيلك ربحان فيهم فرنك وحق السلة فرنك ونص. طيب ماشي ماشي. شرف عمي. شرف، وين ربع ورقة؟ إن شاء الله معوضين يا رب. عليك. تعا حدو. برني أمر. الله يرضى عليك، نطلع عند بيت أبو حاتم وصلونا السمكات. إيه مو على عيني. أوه إيشي البدنة. علي أبقى عود. علي حدو كنا عرفناه رابطه الزلمة. علي أبقى عود. علي أبديبو. على الشغل اليوم بالحارة؟ والله خلصنا شغل. الله يعطيك العافية. سلام عليكم. تعال تعال بشربك كاس الشاي عندي. تعال على عيني. ديبا الله يسلم ايديك، جمع هالشاي ان شاء الله. الف صحه وهنا. عود ابقى عود عادي. لا ابو ديبا الله يخلينا يا ابو ديبا، روح كباي للزباله اللي ما عملني، وبدي روح على البلديه اقبض معاشي، بدي كش حالي يوم اخر. ان شاء الله بالهنا يا رب. وينك ابقى عود دخيلك؟ إذا بتعرف لك شي حدا مهم بالبلدية. نح عمي انت أهلي. والله ما استعدتك. إذا بتعرف لك شي حدا مهم بالبلدية قل له يعطينا خريطة التنظيم الجديد مشان الناس هون بالحارة يعني تعرف راسها من رجليها. ايه لعيونها اعتبرها صاري. شو الشغلة سهلة لحتى يعطوا هذا الجد بخريطة؟ ما لشي يا رجال، ما هو حق أبو الورد، مين بده يعطي هذا الجد بخريطة؟ حبينا نخدم. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. لك يا أبو الورد مو عيب عليك تقول عن أبو قاعود جد بي؟ هلا بزمتك بزمتك بزمتك، إذا مو أبو قاعود جد بي مين جد بي بالحارة؟ ليش انت شو لك بالحارة لحتى تحكي عن الحارة؟ مين من الحاضرين بيعرفك ولا بيعرف فرقة ابوك منين؟ خير يا طير. صلوا على النبي يا جماعة بلا ما تتخانقوا. حدا امرك مع مين؟ لا حاسبوا لي ابو الورد، خلينا نعمل قهوة يلا.
تقلقني من القهوة يا حبيبو؟ والله فهمها مثل ما بدك، اللي بده يقعد هون بالقهوة بده يحترم كل الناس صغيرن قبل كبيرن. ايه مثل ما بدك. ولا قلك خلي المشروب على حساب هذا الزبال اللي عم تمسخر عليك، روح والله بعد. وشا فوز بلا منيتك. تقلت عليه يا ابو ديبو، تقلت عليه. ما سمعتوا شو عم يحكي يا عمي يا ممدوح؟ لك هذا الرجال المسكين الطيب اللي اسمه ابو قاعود اللي عم يرش زباله الحاره، بنقول عنه جدبه. بعدين انا اول شغله تعلمتها من عمي ابو حاتم انه بيقلل الادب بالقهوه ما بيقعد فيها بنوب، مين ما كان يكون وما حدا على راسه ريشه. الله محيي اصلك. عطس.